ميليا على متن فيراري سبايدر 815. رغم أن دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية لم يؤثر على أسكاري، إلا أنه خصص الورشة الفنية لإصلاح السيارات العسكرية، وخلال سنوات الحرب عمل مع شريكه لويجي فيلوريسي في تزويد الجيش الإيطالي الموجود في شمال إفريقيا بالوقود. تولى فيلوريسي تدريب أسكاري، تطورت العلاقة بين الاثنين حتى أصبحا كأب وابنه. مع نهاية الحرب تزوج ألبرتو وأصبح أبا، فيما كان فيلوريسي يحاول إقناعه بالعودة لحلبات. عام 49 انضم الاثنان لفريق إنزو فيراري، وساهمت مهارة ألبرتو بتدويجه أول بطل لسباقات الفورمولا 1. تطور أداء ألبرتو ما بين عامي 47 و50، ما فتح أمامه الباب للانضمام إلى فريق مازيراتي الإيطالي. في عام 47 شارك في سباقات الشوارع التي أقيمت في نيس ومارسيليا وجنيف وميلان وتورينو وباريس، بعد أن اختار شعاراً جديداً. حقق فريق مازيراتي أول فوز له على حلبة سان ريمو بقيادة ألبرتو أسكاري. انتقل أسكاري إلى فيراري وحقق معها الفوز في حلبتي سيلفرستون وباري، وفاز بسباقي كوب دي بيتي وجائزة بيرون الكبرى في بيونس آيرس على متن فيراري فورمولا 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة، والتي نستعرض فيها معكم ومع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة ابرز ما حفلت به الصحافة المحلية الرياضية. ويمكنكم التواصل معنا من خلال حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، هاشتاج البرنامج هاشتاج عالم الصحافة. البداية دائما مشاهدينا الكرام مع العناوين. في صحيفة المدينة: المملكة تحتل المرتبة الثانية آسيويا في المعيار الفني، الأندية السعودية تحصل على مقاعد في دوري أبطال آسيا. وفي صحيفة الجزيرة: قال عيد مغلوب على أمره، واتحاد الكرة عادل الديون، فؤاد أنور أهداف سيئة وتحزبات مرفوضة تقود الكرة السعودية للهاوية. وفي صحيفة مكة: تسعة أندية تقاضي رابطة المحترفين وتطالب بحلها. وفي صحيفة عكاظ: التعاون في مواجهة لجنة المسابقات. وفي صحيفة الشرق: التعاون يقهر الشباب والفيصلي يعطل الأهلي، جاهم المطر وضربهم العالمي الخطر. في صحيفة الحياة: الاتحاد والهلال في ختام الجولة العاشرة لدوري جميل، كلاسيكو تضميد الجراح.
وفي صحيفة الشرق الأوسط مهاجم الهلال قال في المحفل الكبير أمس إن الإنجاز لن يقلل من أحزانه. الشمراني يضمد جراح الكرة السعودية بجائزة أفضل لاعب آسيوي. طبعا هذه العناوين الخاصة بهذه الحلقة. وفي معنا في بداية هذه الحلقة موضوع سنتطرق له بعد أن نعرف بضيوف هذه الحلقة، وهما الزميلان سامي مؤمن الإعلامي الرياضي والمتواجد معنا في استديوهاتنا في القناة الرياضية. حياك الله أستاذ سامي. الله يحييك وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأحيي زميلي الأستاذ علي الزهراني أيضا وجميع الأخوة العاملين في الاستديو، شكرا جزيلا. أيضا سوف ينضم معنا بعد قليل الزميل الإعلامي علي الزهراني من استديوهاتنا في جدة. يبدو أن الخط المرتبط بالزميل علي الزهراني وصل الآن. الزميل علي الزهراني مساء الخير. مساء النور خالد، أمسي عليك وعلى الأخ سامي وعلى المشاهدين الكرام، سعيد جدا بالتواجد في حلقة هذا اليوم. حياك الله. البداية مشاهدينا الكرام مع هذا الخبر الذي يتعلق بنادي الدرعية، حيث خسر أمام الاتفاق 5 أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 13 من دوري ريكا. وبعد المباراة ناشد لاعب الدرعية الرئيس العام بإنقاذ نادهم من الفوضى والضياع حسب وصفهم. حارس الفريق مهند الدوسري قال النتيجة تعكس حال الفريق بسبب الإدارة وعدم مبالاة الرئيس، ومنذ أسبوع لم يتدرب الفريق بسبب عدم سداد مستحقات اللاعبين. طبعا سلمان البقمي أحد اللاعبين قال أنهم لا يمتلكون ملابس للتدريب ولا يوجد مياه ومرطبات، وأضاف أن رئيس النادي يماطل ويتهرب من اللاعبين. طبعا هذا خبر سريع حليل بهذه الحلقة، نفتتح بهذه الحلقة يعني بناء على المعطيات أستاذ سامي يعني اللي ذكرتها في الخبر، يعني عدم وجود اهتمام من الإدارة، هناك تذمر وشكوى من اللاعبين، هناك مناشدات ومطالبات من اللاعبين لرئيس النادي بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. سلمان البقمي يصف أن أن رئيس النادي يتهرب ويماطل من اللاعبين. كيف هو مستقبل هذا الفريق؟ والله أنت تقول لي حلي، هذا ما هو حل ابدا، هذا خبر مزعج الصراحه. بدايه الحلقه الخبر ما هو كويس، وطبعا المناشده اذا كان اللاعب اكيد هم ادرى بوضعهم المادي وعدم سداد مستحقاتهم، فيمكن هو وجد انه هذه فرصه مناسبه انه يناشد الرئيس العام رعاية الشباب من هذا المنبر بعد هذه المباراه. واتمنى انه يكون هناك تجاوب يعني، والحال مزري طبعا اذا كان هذا الوضع في نادي الدرعيه. ف أنا ما ألومهم صراحة ولا ألوم حارس المرمى أنه هو يتحدث بهذه اللغة وهذه اللهجة مناشدة الرئيس العام رعاية الشباب. فإحنا يؤسفنا الحقيقة أنه يوصل الحال لهذه الدرجة، ولكن أيضا يعني يجب التدخل ومعرفة تفاصيل الأمور هذه. طيب معرفة تفاصيل الأمور نعرفها من خلال هذا الاتصال الهاتفي مع رئيس النادي السيد خالد الطخيم. أستاذ خالد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. زميل سامي مؤمن يقول هذا الخبر مزعج، أنت ترى هل ترى أن هذا الخبر وما أثير هل هو مزعج لكم في نادي الدرعية؟ والله أنا نزل بيان اليوم في صحيفة الرياض وصحيفة الرياضي أنه فترة رئاستي انتهت أنا من أكثر من شهر، ولا كلفت رسميا حتى الآن بإدارة شؤون النادي، وكان تطوع مني بس، وبحكم اني كنت رئيس للنادي 4 سنوات متواصل مع اللاعبين اللي قبل مباراة الاتفاق كان في مباراة مع الحزم معطيهم مكافأة فوز 4000 كل لاعب، ما قصرت معهم في اي شيء، بس تفاجأت الحقيقة اني ما كنت موجود في الرياضة في مباراة الاتفاق، فاجأت انهم ما حضروا التمارين، انا كنت في جدة عندي شغل خاص، وتفاجأت لما شفت مقابلات بعض اللاعبين، وهذه مدبرة طبعا من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، وخصوصا أنه الانتخابات المفروض تكون قبل شهر تأجلت بسبب أعضاء مجلس الإدارة لما رفعوا للرئيس العام أنه فيه هجر مالي وفيه مشاكل مالية،
أنا دافع إلى الآن فوق 8 مليون ريال خلال 4 سنوات كلها مثبتة منزلة في حسابات النادي. واستغرب حقيقة من الكلام اللي سمعته من اللاعبين. وعموما أنا ماني رئيس الآن يعني ولا أني مسؤول حاليا، ماني مسؤول رسمي، حتى تكليف رسمي بإني أدير النادي إلى أن يتم عمل الجمعية العمومية ما كلفت ولا كان خطاب من مكتب الرياض. فما أدري ما أدري ليش كل هالشوشرة وهالزعل للرئاسة. عفوا أخوي خالد، عفوا أستاذ خالد، يعني أنت ذكرت قبل قليل أنك تطوعت لتسيير النادي خلال الفترة حتى أن يكون هناك رئيس للنادي، وفي نفس الوقت ذكرت أن هناك من يعني يحاول ويحيك ضدك المؤامرات في ظل عدم وجود رئيس نادي. كيف تربط بين هاتين أو هاتين المفارقتين؟ يعني أنا متواصل معهم. لما دفعت لهم مكافأة الفوز حقت نادي الحزم المفاجأة الحزم 4000 كل لاعب، وقتها كانت منتهية فترتي وكان ممكن أواصل إلى أن يتم عمل الجمعية العمومية. يعني أنت لديك الرغبة في المواصلة؟ كان لدي الرغبة، لكن بعد الكلام اللي سمعته وطلع في الإعلام أنه أنا كذاب وأني أنا مماطل وأنه لا من مدرب أشاد فيني ولا من لاعبين ولا من أعضاء مجلس إدارة، كيف يعني يكون في جو مهيئ للعمل إذا كانت هذه نظرة الناس اللي يشتغلون معك؟ يعني صعدنا النادي من الدرجة الثانية للأولى بناس كانوا معي مخلصين وكانوا يشتغلون صح. أنا بنتظر الانتخابات، إن فزت في الانتخابات كنت ناوي أستمر 4 سنين ثانية ونطمح للصعود الممتاز. إذا خسر ما الانتخابات فما هي قضية، الرئيس اللي بيمسك مكاني هو يعني بكون عون له، ما راح أكون فرعون عليه. طيب أستاذ خالد، الزميل سامي مؤمن لديه سؤال بيطرحه عليك، تفضل سامي. تفضل. السلام عليكم يا أستاذ خالد. عليكم السلام على الأستاذ. أول حاجة طبعا مجهوداتك تشكر، أنت ذكرت الآن أنك دفعت ما يقارب 8 مليون وهذه حاجة تشكر عليها، لكن انت برضو ذكرت انه في تحركات مدبره من بعض اعضاء المجلس. نعم. هل تعني بكلامك هذا انه كانت مدبره لابعادك عن النادي او لاسقاط الفريق؟ لانك انت الان تركت النادي من شهر، هل كان اللي كانوا بيحيكوه لو انت بتذكره كان بسبب ابعادك فقط او بسبب ابعادك ومن ثم عدم دعم هذا النادي؟ لا، شوف، في يعني كم عمليه مربوطه ببعض. النادي عندنا منشاه المفروض انها تقام على ارض النادي المستثمره والمؤجره من قبل الرئيس السابق قبل 4 سنوات. نائب الرئيس الاستاذ منصور مساعد هو من ابرم عقد الايجار. لما جت المنشأة اشتغلت عليها أساس تقييم منشأة الأهالي الدرعية ومن قبل الرئاسة حيبنوا منشأة نظامية. صار فيها مشاكل، مستأجر ما راح يطلع، ما أبغى أطلع، عرض المنشأة إلى أن تم صرف التمويل وصرف مبالغ المنشأة إلى نادي ثاني حسب كلام المسؤولين في الرعاية. كل الهدف من إيجاد الرئيس الجديد اللي حيكون مكاني واللي ينافسني أساس يستمر عقد الاستثمار ولا تقام المنشأة. طيب أخوي خالد اسمح لي بسؤال، من المستفيد في ظل هذه الظروف التي تحاك ضدك؟ هل هو النادي أم الرئيس نفسه؟ لا، الرئيس نفسه طبعا اللي حيكون مكاني اللي جاي ينافس للرئاسة على رأس النادي. هو من سيستفيد من النادي والنادي لن يستفيد منه. والله حد ما أدري عن قدراته المالية، هل بيدفع، هل مدافع، هل بيعطي رواتب، هل لكن حارس ما بيدفع. أنا أقصد إنه كل الشوشرة هذه اللي صايرة كله عشان تلغى المنشأة ويستمر عقد الاستثمار، إلى درجة إنه الآن إحنا في مشاكل بين المستثمر وبين الرعاية على موضوع المنشأة. يعني تخيل نائب الرئيس اللي هو يعني اللي هو جاب منافس لي أنا، نائب الرئيس الحالي اللي معي أحضر منافس للرئاسة جايب من المستثمر شيك ب50,000 إيجار السنة الجديدة.
الان ومعطي السكرتير يقول اودع بالحساب. الكلام قبل اربع ايام خمس ايام. طيب اخوي خالد كلمني السكرتير قلت انتظر لا تودع شيء حتى نرجع للرئاسه ونشوف ايش وضع المنشاه. هل طيب انت الان انت الان يعني اعطيت نفسك الحق في التدخل وانت تارك النادي كيف؟ هذا الكلام قبل يطلع كلام الشباب واللاعبين وقلت كلام متطوع ومن حقي انسحب ومن حقي ارفض حتى التكليف الرسمي لو جاني تكليف رسمي. طيب كون انك متطوع وتدفع مكافآت 4000 ريال لكل لاعب وتعجز عن تامين مرطبات ومياه وملابس. هذا الكلام مو صحيح كله. انتم تعرفون بعض اللاعبين وشلون يعني من اللي بيدفع؟ يعني هل تتوقع اللاعبين يدفعون من جيوبهم؟ سامي متعاطف معك يدافع عنك. 10 ريال ما راح يدفع. لا انا اتوقع انه الحال اللي وصل فيه الان بعد انسحابك اعتقد يا استاذ خالد صح ولا شكوى حارس المرمى في فتره رئاستك برضو؟ انا اتوقع انه بعدها الشكوى انه عدم متوفر المرطبات والملابس وكذا اعتقد انه بعد انسحابك ولا ما تأيدني؟ لا, لا 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 انا انسحبت رسمي بعد مباراه الاتفاق اللي قبل اربع ايام يوم الجمعه الماضي بعد ما سمعت السب والشتم فيني من في القنوات في القناة الرياضية وبعد ما شفت تويتر وش جايني فيه سب وبعد انا وش يعني شو يلزمني اعرض نفسي؟ طيب طيب اخوي خالد يعني وش المكاسب اللي ممكن ان تجنى من نادي الدرعية غير انه نادي رياضي؟ هل في استثمار مستقبل؟ هل في استثمار في المستقبل للنادي؟ يعني المكاسب قصدك لمين؟ لي انا ولا لا مكاسب استثمارية للنادي تعود على النادي يعني؟ ما في مكاسب استثمارية. أنا حبي للرياضة حبي لأني أطلع شيء يذكر باسمي وحب يعني أسأل أي رئيس نادي. بس خوي خالد هل أنت قادر على يعني تشيل هالنادي من دون يعني وجود داعمين غيرك؟ يا أخي شايل أربع سنوات أو على الأقل فرص استثمارية. شايل أربع سنوات ودافع 8 مليون من جيبي من يوم كان في الثاني. أكيد إني قادر لكن إذا أنت تدفع والناس اللي تعطيهم وتوكلهم وتعطيهم وتصرف عليهم يطلعوا في الإعلام ويطلعوا في التواصل الاجتماعي ويسبونك ويشتمونك المفروض إنك تقول ليش أنا أستمر ليش ألتزم؟ طيب ما فيها طيب ما مبين أنا كل شيء في البيان اللي نزلته في الجريدة. طيب ما في يعني أمل إنك تتنازل وتغير عن قناعاتك وترجع للنادي ولا خلاص؟ لا استمرار. لا أنا يمكن أعتزل الوسط الرياضي كله حقيقة. طيب أنا رجل شغلي غير شغل الرياضة لكن دخلت في الرياضة على أساس منها ساهم الشباب على الوطن على أساس إنك يطلع يعني في حياتك تطلع انك سويت عمل انجزت عمل. انا كنت مبسوط لما صعدت النادي 45 سنه عمر النادي اول مره يطلع للاولى في تاريخ النادي كان عمل افتخر فيه حقيقه. كنت افتخر اكثر لو وصلت لدوري جميل. ندمت انك دخلت الوسط الرياضي؟ ايه فعلا ندمت كثير يا اخي. طيب كلمه اخيره هل من كلمة أخيرة أخي خالد قبل ما أختم معك اللقاء؟ أنا الحقيقة أشكر كل اللي اشتغلوا معنا في النادي وكانوا على قلب واحد معي وأنصح الناس اللي قاعدة تعيق العمل تعيق النجاح بأنها لن تنجح طول عمرها. هذا تفكيرها. أعداء النجاح ما يمكن يطلعوا بأي ثمرة صراحة للنادي وما راح يستفيد النادي ولا اللاعبين ولا المحافظة نفسها. شكراً. وأنا بجد يعني اعتزلت الرياضة أو دخولي في المجال الرياضي بعد مباراة الاتفاق بعد ما سمعت السب والشتم وانسحب من الوسط الرياضي كله. أخوي خالد بعد السب والشتم ولا بعد النتيجة؟ لا النتيجة ما كان مفروض يا حبيبي. طيب يعني طيب. بس أول مرة في تاريخ النادي. طيب شكراً شكراً أستاذ خالد. شكراً أستاذ خالد. شكراً. الزميل علي يعني ودنا ان نشلك في هالموضوع قبل ان ندخل في عناوين هذه الحلقه الرئيسيه. يعني لو لم تكن هناك خمسه اهداف اتفاقيه يعني مني بها فريق الدرعيه لوصل الحال الى ما وصل اليه الان؟ اعتقد انه هذه القضيه يمكن هي ليست بالجديده التي تطرا على الوسط الرياضي. كلنا نعرف وندرك انه ليست العمليه والقضيه مرتبطه بنادي الدرعيه فقط. يعني الإشكاليات أو الأزمات المالية أو الفراغ الإداري أو إلى آخره موجودة حتى في الأندية المشاركة في دوري
عبد اللطيف جميل وهي ذات الصيد ذات المكانة، يعني هناك في ظروف أو في شح في الموارد المالية للأندية، فبالتالي حينما نشاهد هذه الأزمات تطال الأندية الكبيرة الأكثر جماهيرية الأكثر أعضاء شرف الأكثر موارد الأكثر يعني قاعدة راسخة في كرة القدم السعودية، فبالتالي لا نستغرب بأي حال من الأحوال أن تكون أو ما يشهده نادي الدرعية من وضع وأزمة وظروف. لكن في سياق أو في ثنايا الحديث مع رئيس النادي خالد الطخيم أنا وجدت الكثير من المتناقضات، وهذه يمكن يعني نطالب دائما بضرورة تواجد الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإيجاد الركيزة الأساسية والعنصر المهم وهو الرقابة، الرقابة على الأندية الناشئة، لأنه حينما نبحث عن تطور كرة القدم السعودية يا خالد ممكن الزميل سامي يشاطرني الرأي في ذلك، فلا بد من الاهتمام بالنواة الحقيقية أو اللبنة الأساسية من خلال هذه الأندية الصغيرة والناشئة. يعني لدينا قدرات، لدينا أندية كبيرة يعني ناشئة قادرة على أن تصل إلى مساحات أوسع وأرحب، ولكن الإشكاليات التي تحدث من قبل غياب الرقابة من قبل الجهات المسؤولة يحدث مثل هذه الإشكاليات، وبالتالي حتى رؤساء الأندية أو الإدارات العاملة هي إدارات تطوعية لأنه ما هناك موارد، يعني يجي رئيس نادي يدفع من حر ماله، فبالتالي إذا لم يجد الاحترام والتقدير والتثمين على ما يدفع فبالتالي من الصعب أنه حيستمر إذا سمع من يهمش كل هذه الأدوار التي يبذلها سواء ماليا أو معنويا. طيب شكرا الزميل علي على هذا الرأي. طيب يبدو أن هناك مداخلة من أحد اللاعبين، يبدو أن الموضوع تطور شوي، يعني أستاذ سامي يعني يمكن لاحظت كلام الزميل علي وذكر نقطة في غاية الأهمية، غياب الرقابة عن بعض الأندية الناشئة أو الأندية البعيدة عن الأضواء يمكن هو الشيء اللي جعل هذه الأندية تعيش مثل هذه المشاكل. طبعا هذا ما في شك، أكيد هذا شيء عنصر أساسي، يعني يفترض أنه تكون على جميع الأندية، لأنه إحنا بنلاحظ في كل موسم بتطلع إشكاليات من هذه النوعيات، يعني حتى في أندية دوري عبد اللطيف جميل. لكن الآن أنا تركيزي الحقيقة بعد سماعي للأستاذ خالد الطخير، الكلام مش أنه في أنه معظم الأندية تعاني من شح مالي، عندك أنت الآن مشكلة في عدم الإنصاف صراحة. إذا كان الرجل دفع 8 مليون ريال من حر ماله وهو متبرع ونال ما ناله من هذا التجريح والإهانات، من اللي ينصف تتوقع؟ الإنسان المنصف العقلاني اللي ينظر للأمور باتزان، والأنانية دائما لا تنصف مع الأسف. نحن كمجتمع أكيد لدينا من العيوب كثير، المجتمع عموما ليس وسط الرياضي يعني في جميع المجالات، دائما أو قليل جدا ما تجد أن الشخص ينصف. الرجل خالد يعني خالد الطخيم الآن تفاجأت أنه دفع 8 مليون ريال يقول لك من حر ماله، وأنه هم شو أبعدوا كذا وحورب 8 مليون خلال أربع سنوات، يعني أربع سنوات وبعدين يقول لك بواقع مليونين كل موسم، وأول ما يعني أول أعتقد أنها إيش قليلة يعني تقريبا أحسن من ولا شيء، الآن ما عندهم حاجة يعني حتى لو دفع مليون ريال يجب أن تشكره يا رجل، تقول له شكرا جزيلا على ما دفعت، ولكن انك انت تحارب وتهمش بهذه الطريقه وتتكلم عنه انا ما ادري ايش اللي قيل عنه، ولكن الرجل فعلا أتكلم كان عنها قليلة كمصاريف، كان واضح انه هو اتكلم عنها قليله كمصاريف نادي، ولكن لا لا, لا انكر دور هذه الامكانيات وهذا الموجود، اتكلم عنها قليله كمصاريف نادي، يعني نادي الموسم الرياضي تدخل بثمن هذا اللي كان موجود، الرجل كان بيشتغل لوحده يعني ما يبدو انه زياده على الدخل او الموارد اللي وردت الى النادي من الرئاسه العامه لرعايه الشباب يبدو انه ما راح تكفي. أستاذ خالد زاد طيب ألا يستحق كلمة شكر الرجل هذا بعد ما ترك؟ أنا أقول لك خالد أبعد عن الوسط الرياضي كله سم وندمان أني أنا دخلت في أنا طبعا في نقطة توضيحية أيضا، يعني مع كامل الاحترام صحيح أنه دفع، يعني إحنا نقدر يعني جل التقدير لكل رئيس نادي أو إدارة تحاول أن تنتشل هذه الأندية من مغبة على سبيل المثال الضياع، أو تحاول أن ترتقي بها إلى مكان مرموق، ولكن لا يعني ذلك أنه حينما يأتي شخص ويدفع لي 5-6-7-10 مليون لنادي معين وحينما يتوقف يرجع ويدخل لي، يعني خلينا نكون ناخذ الأمور في جميع الاتجاهات حتى نصل
يعني ما تطلع لي وبعدين تقول والله أنا دفعت من حر مالي 8 مليون وما لقيت الشكر. أنت دفعت 8 مليون 10 مليون ليش؟ مو يعني من أجل خاطر عيون هذا النادي أو لعيبته أو شيء. أنت رجل دخلت الوسط الرياضي أو وصلت للنادي، خلينا نعترف وهذه موجودة في سائر الأندية سواء محلية أو إقليمية، هذا من يصل إلى الأندية يدفع المال للحصول على مبتغى الشهرة والأضواء. أنت فبالتالي طالما أنت تبحث عن هذا الشيء فمن الضرورة بمكان أنك أنت تدفع، يعني مستحيل أنك أنت بتصل وتجلس على الكرسي الوثير في النادي وتكون رئيس نادي ولك الوجاهة الاجتماعية والرياضية دون ما تدفع ولا ريال. لا، لكن لا تجي تربط هذا الشيء تقول والله أنا أتطوع ومن أجل حب النادي. لا، أنت جالس تدفع أموال حتى وإن كانت بسيطة أو قليلة أو متوسطة، أنت تدفعها للبحث عن الشهرة. فبالتالي مستحيل أنك أنت بتمسك. لولا نادي الدرعية، خليني أقول لك إياها بكل صراحة، ما عرف خالد الطخيم. ومن حقه أنه هو يستغل هذه النقطة، كله إنسان يستغل حقه. بالتأكيد لا لا، بس شوف، لا يا أستاذ علي، أنا ما أقصد هذا الكلام. هو من حقه أنه يدفع، لكن مو من حق الآخرين أنه يجرحوا. لا لا، هذا اللي أقصده سامي. هو من حقه يدفع، من حقه انه يطلب الشهرة. كل انسان يطلب الشهرة ويطلب من اي موقع انه يشتهر. كلام موجودة في جميع الطبقات. انا اقصد ولكن اذا انا عملت، معليش، في جميع الأندية سواء الكبيرة او الصغيرة هناك طبعا في فئة معينة، مستحيل انه الكل في الأندية في النادي معين سواء جماهيريا من في اطار اعضاء الشرف في اعضاء مجلس إدارة يكونوا راضين على الشخص بشكل بالاجماع العام. هناك اختلافات تبرز وهناك وجهات نظر تحدث، لكن اني انا اتمسك مثلا طلع لاعب يتحدث يقول ما في مرطبات، ما في مشروبات، ما في طبعا من حقه، هذا لاعب كره قدم يبحث عن الاستقرار الغذائي والفني واللياقي. اذا كان في فراغ اداري في النادي فبالتالي من حق اللاعب، لكن لا تجيني انت كرئيس نادي تقول والله انا اعلن انسحابي لانه والله صرحوا وانه ما في مشروب، ما يعني مياه، ما في مرطبات، ما في اهتمام للنادي. انا هذا علي. خلينا ناخذ، تحمل كل السلبيات التي عشان كذا خلينا ناخذ راي من راي واحد من اهل الدار. انا سالته هذا سؤالي كان محدد، هل المشكله اللي حاصل الان بعد انسحابك او في فتره تواجدك؟ عشان كذا انا هذا كان سؤالي محدد. هناك اذا كان بعد انسحابه، هناك من سيجيب على هذا التساؤل؟ مهند الدوسري، حارس مرمى نادي الدرعية، معنا على الخط في اتصال هاتفي. كابتن مهند، مساء الخير. مساء النور على أخوي، حياك الله. مهند، جاء على لسانك أنك ذكرت أن النتيجة التي تعرضتم لها من خسارة قاسية أمام فريق الاتفاق هي مرآة لحال الفريق بسبب الإدارة وعدم مبالاة الرئيس. أول شيء أحيي ضيوفك الموجودين وأشكر خاصة السيد علي الزهراني، يعني كلام يعني ممكن أن يكون أنصفنا. يعني في أول شيء إحنا والله العظيم ما بيننا وبين رئيس النادي أي مشكلة خارجية، أو إحنا تكلمنا من الحرقة اللي إحنا عشناها. يعني تخيل نادي ما في إداري للكرة، ما في إداري، يعني هل يعقل أن نادي ما في إداري؟ هذا الشيء الأول. طيب أخوي مهند، بعطيك أنا فرصة أنك تتكلم بشكل أوسع، لكن الآن الرجل يقول أنه ترك الرئاسة والفترة اللي اشتغلها معكم، اللي اشتغل معكم فيها يعني كانت فترة تطوعية منه، يعني هل يلام المتطوع على تطوعه؟ أنا بس سؤال أخوي، أول شيء هي مو فترة تطوعية، إحنا رواتبنا 4 شهور هو فترة رئاسة. في فترة رئاسته؟ فترة رئاسة، هو متأكد من هذا الكلام وأنا أتحمل هذا الكلام. ثاني شيء يعني هذه أقل، يعني رواتبنا 3000 ريال ما يقدر عليها متطوع، أقل نادي في المملكة يعني رواتب 3000 ريال، هذا شيء. الشيء الثاني مكافآت، والله العظيم يعني ناخذها بعد حرقة وبعد اجتماعات وبعد يعني آخر مباراة القادسية، يعني في الدم هناك في الخبر استلمنا المكافأة بعد ما قلنا ما نقدر نلعب. يعني المياه وما المياه، أقسم بالله نحضر التمرين بدون مويه، نشتري كراتين مويه إحنا على حسابنا، أقسم بالله العظيم هذا اللي صار. يعني أشياء كثيرة يعني من فترة رئاسة الخطيب، يعني نحترمه ونحترمه، ما غلطنا عليه أبدا كشخصية، ما غلطنا عليه، وأرجع تصريحي يعني ما غلطنا عليه أبدا. طيب مهند يعني الآن أنتوا تقولون أنكم تعانون من الشيء هذا من 4 شهور، يعني مباراة الاتفاق أكثر من 4 شهور. طيب خلينا نفترض أنها 4 أشهر، مباراة الاتفاق كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير. نعم. النتيجة يعني كبيرة بصراحة، 5 أهداف. طيب. كبيرة، لكنها ما هي غريبة على الفريق الاتفاقي. صحيح. لماذا يعني لم يخرج صوت لاعبي الدرعية إلا بعد هذه المباراة؟
ولأن أرسلنا رسائل كلمنا رئيس النادي فقط فيه وحتى عنده رسائل جوال خاصة فيه بالحرف الواحد يقول سووا اللي تبون أنا مالي دخل فيكم. ما هل يعقل هذا الكلام يا أستاذ؟ يعني أمور كثيرة، يعني هو الحين اليوم بيان الصحفي نزل بيان صحفي له وزي كذا كاتب إني أنا ما قصرت معهم. أنا بسأله مش عن عبد الرحمن، يعني الرجل معاق في فترة رئاسة حادث صار حادث على خط القصيم واحنا مسجلين بعد مباراة الحمادة، هل وقف معه خالد الطخيل؟ هو هذه فترة الآسة الرجل طلع في كذا قناة تكلم، يعني ناس كثير عفوا يعني من أي ناحية تبغى يوقف معه يا مهند؟ يعني خلينا نكون منصفين، من أي ناحية تبغى يوقف معه؟ كيف؟ من أي ناحية تبغى يوقف معه؟ رئيس نادي، رئيس نادي قضاء وقدر وصار له حادث، يعني وش افترض أن رئيس نادي يسوي؟ صحيح قضاء وقدر هذا كلام ما حد يختلف عليه، لكن هل فترة علاجه؟ هل أمه تروح تاخذ قرض شخصي عشان توديه علاجه وهو مسوي حادث في مهمة في النادي؟ بس هل يتكفل برئيس النادي شخصيا ولا النادي يا مهند؟ مهمة للنادي هذه، هو طالع مهمة للنادي، يعني مفترض أن يتكفل فيه النادي. أنا هذا اللي أنا أعرفه، يعني والله هذا اللي أعرفه، يعني خلاصة كلام أخوي والله العظيم ما بيننا وبين رئيس النادي خط خير. طيب يعني الآن الفكرة حادثة واحدة يعني شري راحت، يعني أخويانا بسام الهلال وحمد المعيوف إلى الآن موقوفين عن العمل بسبب عدم دفع مستلزمات الشقق، وهذه قضية مرفوعة هي للرئيس الاتحاد السعودي. أنا أرجو أخوي مهند فيما يتعلق بالقضايا الخاصة أنها يعني ما تثار في الإعلام بهذه الطريقة، ولكن هي ظهرت في الإعلام، لأنه ما ظهرت في الإعلام أنا ما أتكلم فيها. يعني أخويانا الآن يعني يدلون علينا، يا أخي أخويانا يدلون علينا بسبب رئيس النادي بالعربية. طيب في عندك إضافات أخيرة قبل أن نترك للضيوف التعليق على ما ذكرته وقبل أن ننتقل للعناوين؟ إضافة أخيرة، يعني أستاذ علي الزهران يعني كفه ووقف بأشياء معينة، يعني ذكرها والله يا أخوان ما بيننا وبين رئيس النادي خط خيم إلا الاحترام والتقدير، وأؤكد إحنا ناس متربية ولا أخطينا عليه أبدا في صريحنا، ما قلنا للحقيقة. الكابتن مهند الدوسري حارس فريق نادي الدرعية، شكرا لك على هذه المداخلة. أنا ما عندي وقت عشان، لكن الكابتن مهند ذكر بعض الأشياء، أرجو التعليق منكم كل واحد دقيقة. يعني أنا قلت لك من أول إذا كان الوضع عدم سداد هذا وضع مخزي ومن حق اللاعبين، لكن لما تداخل أستاذ خالد الطخيم أنا سألته سؤال محدد، هل عدم السداد والوضع المزري اللي في النادي كانت فترة رئاستك ولا بعد انسحابك؟ أنا كان سؤالي محدد. ذكر. طيب. والإجابة ما كانت واضحة، لكن إذا كانت الآن اللاعب يقول من 4-5 شهور معناها في فترة أستاذ خالد الطخيم معناته هو ملزم إنه هو يسدد رواتب اللاعبين وما ينسحب إلا بعد ما يخلص هذه الأمور. طيب. طالما هو دفع 8 مليون قادر على أن يدفع هذه المئات الألوف ويطلع من النادي، ومن يأتي بعده يتحمل مسيرة النادي فيما بعد من مصاريف وتكاليف. طيب علي، هل في ما ذكره الكابتن مهند الدوسري يعني ما يستحق التعليق؟ أعتقد أنه طبيعي، أنا أشوف أنه القضية بصفة عامة لا تستحق هذا الحيز الكبير من الاهتمام، لأنه زي ما قلت لك هي تحدث في جميع الأندية بما فيها الأندية الكبيرة، يعني هناك في شح مالي يحدث في هناك، لكن أنا ركزت على الجانب المهم لأنه اللاعب يعني ليس آلة، اللاعب يحتاج لأبسط المقومات الأساسية اللي هي توفير ملابس، توفير المرطبات والمشروبات، الحاجات البسيطة والتعامل المعنوي. يعني أنا أشوف أنه الأخ مهند وضح الكثير، بالعكس أنا حتى أحترم أنه حينما يكون هناك مطالب رئيسية من اللاعب من الإداري تكون اللغة لغة مثالية ومحترمة، يعني ما تصل إلى مرحلة التناحر أو العداء أو الإساءة. هذه أنا سمعت الأخ مهند في كلامه في تصريحه كان قد في قمة في يعني في الاحترام مهذب، وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني من الحاجات المهمة أن تتولى الإدارة النادي مسؤوليتها تجاه النادي، أما إذا عجزت عن ذلك فتقدم استقالتها وتترك المجال لغيرها، هذا هو الأصل. نقفل على الموضوع وننتقل إلى عناويننا الرئيسية في هذه الحلقة، والعنوان الأول في صحيفة المدينة. المملكة تحتل المرتبة الثانية آسيويا في المعيار الفني، الأندية السعودية تحصل على 4 مقاعد في دوري أبطال آسيا.
طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة المدينة، منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأفضلية المطلقة لأندية الدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين على مستوى القارة، وذلك بعد تحقيقها كافة المعايير المطلوبة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنسختين القادمتين من البطولة عام 2015 و2016، وهي المعايير الفنية وتراخيص الأندية والنزاهة الرياضية وتنظيم دوري محترف وملاعب ومنشآت والخدمات اللوجستية. طبعا كانت نتائج الأندية السعودية للنسخ الأربع الماضية هي الأفضل آسيويا، ومنحها على ذلك العلامة الكاملة 70 نقطة من 70 ممكنة في التقييم الفني الأخير للاتحاد الآسيوي الخاص بنتائج الأندية، فيما حصل تصنيف المنتخب على 18 من أصل 30 نقطة ليكون مجموع المعيار 88 من أصل 100، الأول على غرب آسيا والثاني على القارة بأكملها. كما تم منح المملكة العربية السعودية الحد الأعلى من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بكامل المقاعد 3+1، وبالتالي فإن الأهلي صاحب المقعد الرابع سيشارك مباشرة في دور المجموعات الآسيوي دون خوض مباراة الملحق. سامي ايش تعليقك؟ طيب هي حاجة كويسة يعني، بس برضو تناقشنا أنا قبل كذا قبل البرنامج أنا الفكرة عندي ما كانت واضحة صراحة كويس، يعني هي ما في هو النظام معمول فيه أصلاً، هي ما في أربع مقاعد، هو في مقاعد إضافي يوجد. طيب لك ثلاث مقاعد، يا أما أنك تستحق المقعد الرابع أو أنك ما تستحق. ما ثلاثة مقاعد، الثلاثة الأوائل في الدوري إضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين، وهذا تكلمنا فيها وأنت تحت طيب الهواء وشرحنا. بما أنه نادي الشباب حصل على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وجاب الثالث في الدوري، إذن الأهلي كان رابعاً أعتقد. أي نعم. ما أدري أستاذ علي يمكن يتذكر التراتيب. دايركتلي تأهل صحيح؟ إذا حصل الاتحاد على مثلاً على كأس خادم الحرمين كان الأهلي يمكن ما راح يتأهل صح؟ صحيح. كان راح ولا إذا الأهلي أخذ كأس خادم الحرمين كان حيتأهل هو كفريق رابع. طيب هو النظام هو أساساً هو كان كذا يعني، ما نعرف إيش اللي تغير الآن فيه. بس أنت عندك ثلاث مقاعد، ما عندك أربع مقاعد، عندك ثلاث مقاعد وبناء على نتائج ثلاثة مقاعد في الدوري ومقعد من كأس خادم الحرمين. عندك ثلاث مقاعد المسابقة كلها، المسابقة هذا من زمان. عندك ثلاث مقاعد بس أضيف لك طبقا لنتائجك اللي أنت حققتها من خلال الأربع أربع مقاعد من الدوري الآن. أي نعم، والبطل أربع مقاعد من دوري أبطال آسيا وليست من الدوري المحلي. يعني شوف انت في المسابقة عندك ثلاث زمان مقاعد. زمان كانوا ياخذ الاربع الاوائل من الدوري، بعدين تغير النظام، الان اختلف النظام ما عاد في اربع مقاعد. طيب وصار انه بطل خادم الحرمين الشريفين هذا شأن محلي، هذا شأن محلي يا سامي. طيب هذا شأن محلي، احنا نتكلم عن الشأن الاسيوي. الشأن الاسيوي عندك ثلاث مقاعد طبقا لنتائجك اللي حققتها خلال الاربع سنوات الماضية بناء على الخبر، فانت اعطيت مقعد رابع، فبالتالي استحق الأهلي الدخول كرابع نادي سعودي في المسابقة. طب لو لو كانت ثلاث مقاعد كان الأهلي خارج، فهمت؟ فهمت. طيب ولو بطل خادم الحرمين الشريفين كان نادي غير الشباب؟ ما لها أي علاقة، ما يتأهل الأهلي برضه؟ ما لها أي علاقة. ليش؟ لأنك منح لك هيخش الأهلي. طيب منح لك أربع مقاعد. لا كيف ما لها علاقة؟ هذا السؤال الآن. إذا حصل النادي اللي يحصل على كأس خادم الحرمين الشريفين العام الماضي كان الاتحاد أو التعاون أو الفيصلي، هل الأهلي يتأهل ولا لا؟ لو كان ثلاث مقاعد ما راح ينظر لها، لكن الآن أضيف لك مقعد رابع فأنت مخير. أنت ما خلي شو أستاذ علي وضح، تختار الرابع. ماني فاهم أنا الموضوع. تفضل علي تفضل. أنا أقول الخبر يعني أول شيء نتحدث عن دقة وصحة الخبر اللي إحنا طبعا في البطولات الآسيوية معروف إنه المعايير الموضوعة من الاتحاد الآسيوي في بطولة الأبطال الآسيوية لها معايير واشتراطات وشروط معينة، الدول التي تلبي هذه الاشتراطات تمنح المقاعد. يعني إحنا في المرحلة الأولى كان هناك مشاركة لأربع فرق أساسية. مزبوط. بالنسبة للمشاركة في البطولة أربع أندية وفق المعايير السابقة، تغير أو لم نستوفي شروط بعض الاشتراطات وتقلص العدد إلى 3.5، يعني مزبوط. يكون الأول
والثاني والثالث من الدوري. صحيح هذا معروف. أي نعم. الآن اللي أنا أعرفه حتى هذه اللحظة، أنا ما أدري عن سياق الخبر، إنه لا زالت أو إنه الاتحاد الآسيوي اعتمد 3.5 مقاعد للأندية السعودية. هذا طبعًا قبل هذا الخبر اللي قريته زميلي خالد. ما أعرف هل فعلًا دقة الخبر وصحة الخبر إنه منح أو عدنا للنظام القديم اللي هي أربع أندية تشارك. اللي أعرف إنه الحد الكامل هي 3.5 مقاعد هو الحد الأعلى في هذه. أي نعم، اللي هو يكون الأول والثاني والثالث من الدوري، ذولا أساسيين. الرابع للرابع بطل. عفوا، الأول والثاني وبطل كاس خادم الحرمين الشريفين، والثالث يدخل يلعب مباراة مع أحد الفرق من غرب آسيا. بس حتى علي، هذا فيما يتعلق بالتصنيف هذا شأن محلي، يعني الاتحاد السعودي لكرة القدم هو من يحدد، ولا يلزمك الاتحاد الآسيوي بأنك تأخذ 2 من هنا و1 من هنا. بدليل مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في منذ انطلاقتها إلى الموسم الماضي لم تكن بنفس خالد النظام. زميلي خالد، أنت بهذا الكلام معناته إنه إذا كان العملية مختصة بالاتحاد السعودي وشان داخلي، فمعنى كلامك هذا إنه وفق الخبر إنه حيكون هناك 5 فرق مشاركة في بطولة. وأنا ما أعتقد. ليش خمسة؟ 4 3 3 اللي حققت المراكز الثلاثة الأولى في الدوري. أيوة. والفرصة اللي أعطيت. هو الخبر ثلاثة زائد واحد. الفرصة اللي أعطيت المقعد الرابع كان هو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين. طيب. وبحكم أن البطل موجود من ضمن الثلاثة الأوائل في الدوري. طيب. يحق للرابع في الدوري أن يدخل. طيب. بدل البطل. وهذا اللي حصل. طيب. الأهلي دخل بدل. طيب. ممتاز. أنا سؤالي، إذا كان البطل خادم الحرمين الشريفين مش نادي الشباب، كان نادي الفيصلي، مين يروح؟ يروح الاهلي برضو لا ليش يروح الاهلي؟ طب مو هذا النظام معمول العام انت الماضي. ركزت على التاريخ يا خالد، عرفت انا هذا سؤالي. يعني العام الماضي واللي قبله هو نفس السيستم، يعني الخبر ما جاب شيء جديد. يعني بس من يحدد الا اذا طلع واحد من الاتحاد السعودي يوضح. يعني انت لو لاحظت التغير اللي صار في نظام مسابقه كاس خادم الحرمين الشريفين، يعني اول كانت على 8 انديه، وبالتالي هذا يعني الاتحاد الاسيوي يريد بطوله تختار نادي يشارك فيها كل الأندية، يشارك فيها جميع الأندية أسوة. طيب. بالدوري. طيب. كأس ولي العهد 32 نادي. كأس خادم الحرمين الشريفين أول كان 8 أندية، الآن كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الأخيرة كان مشارك فيه جميع الأندية السعودية، وبالتالي تم اختيار الرابع اللي بيمثلنا بناء على نتائجه في كأس خادم الحرمين الشريفين. يعني في بطولتين اللي هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين اللي هي راح يختار منها من يشاركون فيه. طيب السؤال الآن، الأهلي لماذا أختير؟ لأنه الشباب بطل وكان هو الثالث في الدوري. نعم. صح. السؤال، لو كان غير الشباب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، كان نادي الفيصلي أو التعاون، الأهلي إيش وضعه؟ هذه يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم، هل سيختار من كأس خادم الحرمين الشريفين أو سيختار الرابع من الدوري؟ لا، الاتحاد السعودي هو اللي حدد عشان يعطي برضو الكأس خادم الحرمين الشريفين أهمية وقيمة، جعل الفريق البطل انه يرشح للذهاب، ولا اول كانت الاربعه الاوائل يروحوا اربعه الدوري، هذا اللي كان معروف زي ما قال الاستاذ علي، وهذا اللي عارفينه. وبعدين اخفقنا في اكتمال الاشتراطات فهبطونا مقعد، هذا الكلام قبل 5 أو 6 سنوات، ورجعنا الان الكلام الخبر اللي مكتوب هو نفسه اللي معمول فيه العام الماضي. انا ما شايف فيه تغيير الا اذا كان في شيء احنا فاهمينه يطلع واحد مسؤول يوضح. الحاجة الوحيدة اللي استجدت اللي هي كأس خادم الحرمين الشريفين والبطل اللي شارك خالد. احنا في نقطة مهمة، هو بصرف النظر عن الخبر كخبر صحفي ربما يكون فيه اجتهاد، لكن احنا دائما نتحرى الدقة من المصادر الرسمية. حينما يتحدث مثلا حافظ المدلج وهو عضو الاتحاد الآسيوي ويبارك على انه المقاعد المعتمدة للفرق السعودية 3.5 مقاعد، يعني فما أعتقد أنه فيه متغير. يعني أعتقد أنه ربما يكون فيه، يعني أنه هذا الخبر يعني فيه نوع من الإشكاليات، أنه إحنا نتحدث عن رابطة الدوري المحترفين. رابطة الدوري المحترفين أفصحت على أنه المعتمد للمقاعد السعودية في الاستحقاق القادم هي 3.5 مقاعد. الأهلي لا تزال الأمور قائمة بأنه سيلعب مباراة مع في أحد الفرق من غرب آسيا،
حتى يحدد موقفه بالتأهل لينضم إلى الفرق الثلاثة المعتمدة بشكل رسمي. هذا حتى هذه اللحظة. الخبر هذا طبعا يتعارض مع ما أفصحت عنه أفصح عنه حافظ المدرج ورابط الدوري المحترفين. إذا استجدت أمور غير اللي نعرفها هذا شيء طبعا ممكن يكون هناك مصادر رسمية يعني صحفي جريدة المدينة لا نعلمها، لكن اللي يعرفه أنا إنه الوضع كما هو، ثلاثة مقاعد ونص للفرق السعودية كما هو معمول الموسم الماضي. عموما نتمنى من الزملاء إذا كان في أحد من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال اتصال لكي يفصل بيننا نحن الثلاثة في هذه الحلقة لتقديم معلومة صحيحة وموثوقة للمشاهد الكريم. ننتقل إلى الخبر القادم في هذه الحلقة وفي صحيفة الجزيرة. قال عيد مغلوب على أمره واتحاد الكرة عاد للديون. فؤاد أنور: أهداف سيئة وتحزبات مرفوضة تقود الكرة السعودية للهاوية. طبعا أنا ما راح أقرأ الخبر، ولكن في مجموعة استنتاجات استنتجتها من الخبر. يعني أرجع للحادثة التي صارت في نادي الدرعية والخسارة بخمسة أهداف. يعني هل لو كان المنتخب محقق نتائج إيجابية في دورة الخليج هل سيظهر الكابتن فؤاد أنور ويتحدث بهذا الحديث؟ سؤال موجه لك سامي. والله شوف أنا صراحة العنوان هذا واللي بعده هي أنا شايفها مرتبطة في بعض وسلسلة واحدة. يعني الخبر اللي بعده من صحيفة مكة: تسع أندية تقاضي رابطة المحترفين، واللي بعده التعاون في مواجهة لجنة المسابقات. أنا أتوقع هي هذه كلها مرتبطة في بعض، يعني كلها استغلال للظروف اللي قاعدة. لا مو استغلال، هي نتائج إفرازات كرة القدم. لا نتيجة إفرازات، يعني كابتن فؤاد أنور لاعب دولي وكابتن منتخب مملكة سابقا وعمل في الاتحاد السعودي، فما راح يعني ودخل في دهاليز الاتحاد السعودي. فالكلام هذا أنت يعني لازم تصدقه لما يجي أحد في طيب في كلامه. أنا بتوقف عند نقطة مذكورة في الخبر، يعني يقول: لكن رغم ما قدمنا الكرة السعودية ورغم تاريخنا الكبير أصبح رأينا لا يسمع ولا تتم مناقشتنا ولم نستطيع خدمة أي جهة في الكرة السعودية، فلماذا نستمع؟ نفس الكلام هذا اللي هي التسع أندية بدها تقاضي رابطة الدوري المحترفين، هو نفس الكلام اللي قاله فؤاد أنور. أنا عشان كذا بقول لك هي مرتبطة. طيب ما أنت مرتبطة بكلام الدكتور عبد الله؟ يقول نفس الكلام إنه إحنا لا بيسمعوا كلامنا ولا بيجيبونا في اجتماعات ولا بيزهمونا. فأنا طيب شايف إنه الموضوع ما نربطه بتقرير الدكتور عبد اللطيف بخاري أثناء دورة الخليج عندما تحدث وقال إن هناك تهميش من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لبعض الأعضاء. شفت أنا بقول لك هي كل الأحداث والكلام اللي بينقال والأحداث اللي بتصير حواليك هي بتأيد كلام الكابتن فؤاد أنور، يعني أنا هذا اللي شايفه. فممكن نأخذ ثلاثة محاور في موضوع واحد يعني. طيب علي، أنا طبعا ما استغرب ولم أتفاجأ بما تحدث به فؤاد أنور. يمكن كل الوسط الرياضي بكافة أطيافه ومشاربه يعرف أنه هناك تحزبات وهناك أهداف، حطها بين قوسين يمكن كلمة قاسية اللي تحدث فيها فؤاد أنور، إنه هناك أهداف سيئة لبعض المنتمين لعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم. اللي يعرفه أكثر ويمكن إنه حصيلة أي عمل هي حصيلة يعني تكاتف القائمين عليه، خصوصا في هرم المسؤولية. اللي يحدث في الاتحاد السعودي إنه خلال السنة الماضية وهذه المرحلة لا يزال يعاني بعدم التفاف أو إيجاد الصف الواحد المتكامل اللي يبني كلمة وقرار سليم يستهدف الارتقاء بكرة القدم السعودية. هناك إشكاليات وهناك مشاكل. أنا طبعا أحيي فؤاد أنور لأنه حينما يتحدث بمثل هذا الوضوح وبمثل هذه الصراحة، فأنا أعتقد أنه هذا نابع من الغيرة على مستقبل اتحاد كرة القدم السعودي. طيب حينما تكون أنت عضو، اسمح لي خالد، حينما تكون أنت عضو في الجمعية العمومية أو في الاتحاد السعودي في أي لجنة، يفترض إنه حينما يعني تعترضك مشكلة أو خطأ أو خلل لابد إنك توضحه. إن عجزت في ذلك فبالتالي الأسلم أن تقدم استقالتك. أنا قلت هذا الكلام ولازلت أقوله، قلت في برامج كثيرة وفي مقالات عديدة إنه أي شخص حينما يعجز عن تقديم شيء
ويبادر بتقديم الاستقالة الشخصية الذاتية، أنا أعتبرها شجاعة يشكر عليها، لأنه قدم المصلحة العامة على المصلحة. طيب علي، يعني خلينا نرجع للكلام اللي تذكرته وذكر الكابتن فؤاد أنور. يعني فؤاد أنور من خلال ما ذكره في سياق هذا الخبر أو في سياق هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الجزيرة، ذكر أشياء يعني أجابت على تساؤلات كانت لدينا موجودة ولم نجد لها أي إجابات. من ضمنها يعني تحدث عن أن هناك شرط جزائي بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين سيد لوبيز، والشرط الجزائي هذا شرط كبير، أدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في ديون أسوة بالديون التي تكبدها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من عقده مع ريكارد. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكر أن أحمد عيد مغلوب على أمره في عدة أمور، يعني وضع الثقة في أشخاص، ولكن الأشخاص هذا من ضمن ما ذكرهم الكابتن فؤاد أنور أنهم يذمونهم في الخفاء. يعني لماذا، أرجع وأعد السؤال عليك علي، لماذا تم التأخر في إعلان مثل هذه الحقائق يا فؤاد أنور؟ هذه هي، شوف، هي افترض هذا السؤال يا خالد، جميل جدا سؤالك. المفروض انه هذا السؤال يطرح على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. انت لما دخلت في الانتخابات، مرحلة الانتخابات، وقدمت ورقة ترشح للمنصب، ووعدت الجماهير، وقدمت لنا صورة يعني بيضاء لمستقبل رياضة كرة القدم في ظل التصورات والدراسات التي وضعت، وجدنا للأسف الشديد إنه هناك ديون أثقلت كاهل الاتحاد السعودي. أتفق معك إنه حصيلة هذه الديون وهذه الأخطاء وهذه الترسبات السلبية التي يشهدها الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليا هي حصيلة تراكمية لفترات سابقة، لكن يفترض إنه يكون هناك عامل أو حد فاصل بين المراحل السابقة وبين المراحل الحالية، وهذه مسؤولية الاتحاد السعودي الحالي، لأنه كان يفترض أنه أنت ما تتولى أو تستلم زمام الأمور إلا بعد أن تصفي كل الإشكاليات والأخطاء والديون السابقة. الأخطاء الثانية، رغم أنها تراكمية يا خالد، إلا أنه للأسف الشديد تضاعفت للأسوأ. الأكبر دليل أنه عقد لوبيز اللي كلف 90 مليون، يعني مبلغ مهول جدا، وأخذت سلفة من وزارة المالية، وأدخلت الاتحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب في إشكالية مالية كانت في غنى عنها. الآن نتفاجأ بأنه لوبيز سار أو مشى على نفس خطوات ريكارد، يعني حتى المشهد العام فنيا كان يوحي لنا بذلك، أنه الرجل يبحث عن الشرط الجزائي حتى يرحل، فبالتالي بدأ يخبص في الخطة، بدأ في يخبص في عملية اختيار اللاعبين للمنتخب وهلم مجر. فأنا اللي أقوله أنه صمت أحمد عيد زي خالد من الأسماء الرائعة الخلوقة المهذبة المؤدبة التي تحترم، يمكن دخل فؤاد أنور ركز على نقطة أنه أعطى ثقته في أشخاص خذلوه بما معنى هذه العبارة. لكن حينما أنت تتولى هرم رياضي كبير بهذا الحجم، يجب أن تتسم بالقوة والوضوح والصرامة في اتخاذ القرارات اللي نشوفه الآن عكس ذلك. زي ما قال سامي، هناك 9 أندية الآن تحاول تقاضي أو تطالب بسحب الثقة من رابطة دوري المحترفين، وأنا أؤيد ذلك. ليش؟ لأن القضية ليست مرتبطة فقط بأحمد عيد، القضية الأساسية إذا كنا نبحث عن تطور كرة القدم أن نكون يعني لدينا شجاعة في مناقشة وملامسة الخطأ بعينه. هناك لجان، لجنة التحكيم، لجنة المسابقات، لجنة الانضباط، عندك أيضا رابطة دوري المحترفين، وأنا أرجع وأقولها، يقول لك التكرار يعلم الشطار، هي أشبه ما تكون بمؤسسة عائلية، يعني أمسك لي وقطع لك أسماء معينة محتكرين هذه الرابطة من سنوات. طيب، هذه الأمور وهذه الطريقة، وأيضا دقيقة خالد، احتواء المسؤولية حينما أنت تكون مثلا، خليني أقولها أكون واضح أكثر، حينما يكون محمد النويصر نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضا رئيس رابطة دوري المحترفين، حينما يكون الدكتور عبد الرزاق أبو داود رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشرف العام للمنتخب، يعني يا أخي أنا أبغى أقول إنه هذه المناصب وهذه المسؤوليات يفترض أن توزع. هناك في البلد الكثير من الكفاءات، الكثير من القدرات، لكن حينما تختزل كل هذه المسؤوليات وهذه المناصب في أشخاص معينين، وبالتالي تكون النتيجة سلبية. أنا أطالب حتى، خليني أقول، وهذه أيضا انتقاد واضح للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد مع كامل الاحترام، أثق تماما بأن لديه القدرة على تقديم العمل الجيد للرياضة، لكن حينما يتم اعتماد لجنة لمساءلة الاتحاد السعودي من خلال أشخاص ماجد قاروب والمعمر وأحمد الخميس، احنا كلنا نعرف أن هذه الأسماء هي بمثابة
أضداد لأحمد عيد نفسه كشخص، فبالتالي كيف تكون أنت تجيب القاضي والحكم في اتخاذ؟ يفترض، كان يفترض أن تكون اللجنة لمساءلة الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة محايدة من أصحاب الكفاءة والقدرة والخبرة. طيب. والبلد أنا أقول وأرجع مليء بذلك. طيب. أما الفكرة، حينما الفكرة يعني نصدم الاتحاد السعودي الحالي أو رئيس الاتحاد بهذه الأسماء، فبالتالي بتكون العملية تصفية حسابات، وهو ما يتردد الآن في الشارع الرياضي. الفكرة وصلت سامي، يعني احنا انتقلنا للخبر اللي بعده يعني تلقائيا، اللي هو خبر 9 أندية تقاضي رابطة المحترفين وتطالب بحلها. الزميل علي الزهراني تحدث عن هذه الرابطة وقال رأيه فيها. الآن بنتقل لك أبغاك تعطيني رأيك في الرابطة، وكيف أنك ربطت الثلاث أحداث أو الثلاث الأخبار مع بعض. شوف، القضية الأولى تصريح فؤاد أنور أنه يقول لك أهداف سيئة وتحزبات مرفوضة. طبعا هو يعني يمكن فيه كلام كثير كمان ما أظهره للإعلام، ما اتسحت للمساحة، مش الخبر. ما اتسحت، لا، هو يمكن أعطى شفرات للي يبغى يفهم يفهم، واللي يبغى يتعمق يتعمق. يعني هو بيقول لك أنه تخيل أنه أي شيء تتوقعه موجود، هذا اللي أنا فهمته من كلامه. اللي بيحصل، شوف، تصدق أنا هذا رابع حلقة يمكن أستاذ علي. خلينا في كلام فؤاد. الآن فؤاد لما تكلم وطلع بالكلام هذا، هل هو تكلم بحكم أنه محسوب على الاتحاد السعودي لكرة القدم كأحد أعضائه، أو أنه فؤاد أنور اللي اللاعب الدولي الخلوق صاحب الإنجازات اللي حققها للكرة السعودية ومن حرقتها هذا الكرة السعودية تكلم من كل الجهات، هو من حقه، وكان كابتن منتخب المملكة وكان مواطن ومدرب. كان بصفة رسمية أعتقد أن هناك قوانين تمنع أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم من الإدلاء بمثل هذه الأمور. يعني قراءتك لا، انا بقول لك، هي شوف الاشياء هذه ممكن تسال الكابتن فؤاد انور، احنا بس بمجرد احنا بنحلل الكلام اللي بيقوله، لكن ليه قالوا، متى قالوا، والتوقيت انه بعد خروج المنتخب، طبعا هذه الاشياء احنا ما نعلمها، لازم كابتن فؤاد انور هو اللي يعلق على هذا الكلام. لكن احنا بنتكلم عن الكلام اللي قاله، هل هو في نوع من الصحه او لا. انا اقول لك انه كلامه صحيح، ورجل في دهاليز الاتحاد السعودي وعارف خبايا امور، والدليل على ذلك الإفرازات اللي طلعت الآن، العنوان اللي بعده واللي بعده. والأستاذ علي يمكن كمان يأيدني، الحلقة الماضية اللي اجتمعنا فيها أنا وياه كان برضو نفس العنوان هذا موجود أستاذ علي، صح ولا لا؟ صح صحيح صحيح. وطلعت ترى قبله، يعني قبل أستاذ علي كمان طلعت في حلقة كان نفس العنوان. هذه رابع مرة أنا أظهر في هذا الاستديو وهذا العنوان موجود، اللي هو 9 أندية تقاضي. طيب، ما زال الموضوع إلى الآن، وهذول طبعا طيب أندية ما راح تقاضي. من وجهة نظرك تكرار مثل هذا الموضوع لفترات طويلة، يعني هل هذا يعطي دلالة على أنه لا مجيب هناك لهذه القضية ولمطالبة 9 أندية بحل؟ لا مجيب طبعا، لأنه لو كان في مجيب ما كان أنا رابع حلقة أتكلم فيها كمان. طيب. رابع مرة يطلع خالد. إضافة 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 وإضافة لسؤالك، اسمح لي أنه هذا الشيء يؤكد أو يعطي إيحاء أو دلالة على أنه رابط الدوري المحترفين تمتلك من السطوة والنفوذ الشيء الكبير، بأكبر دليل أنه تكررت هذه الأخطاء وهذه الإشكاليات وهذه المطالب، ما وجدنا هناك أي حساب أو عقاب أو مساءلة لرابطة الدوري المحترفين. الآن كل هذه الأمور تقدم مع كامل التحية والتقدير للهرم الرياضي المسؤول الآن حاليا، لأنه هذه الإشكاليات حينما تستمر بهذه الطريقة وتتكرر تعطي انطباع سلبي لدى الجماهير الرياضية لدى الإعلام. لأنه هل القائمين على رابطة الدوري المحترفين ملائكيين لا يخطئون، لا يجب محاسبتهم؟ هل هذه الرابطة أو هذه المناصب في الرابطة محكورة أو محتكرة من قبل هذه الأسماء ولا يمكن تغييرهم بأي حال من الأحوال؟ هذه الأسئلة العريضة التي تطرح. إذا زي ما قلت لك، لما أنت تروح لطبيب وأنت تعاني من العلة وتكون علتك مزمنة، الطبيب عليه من مبدأ والعدل لديه والوضوح أن يوضح هذه العلة لك. طيب، أنا بسألك سؤال علي يتعلق بدوري رابطة المحترفين. أنت ذكرت مجموعة تساؤلات وأنا بضيف عليها سؤال من عندي. هل رابطة دوري المحترفين، هل باختيار هذه الأسماء الموجودة سواء كان لها مناصب في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو في دوري رابطة أو في رابطة المحترفين، هل هذه الأسماء هي رافد للاتحاد السعودي لكرة القدم وداعم له؟ شوف خالد، اولا عشان افصل في حاجه مهمه ومن عبر برنامجك، واحنا دائما نقاشنا يجب ان يكون نقاش حضاري. احنا حينما نتحدث عن الاخطاء، يعني للتوضيح،
احنا لسنا ضد الاشخاص، نحترم ونقدر الاشخاص العاملين في اي لجنه من لجان اتحاد كره القدم، بالعكس، ولكن ما بيننا وبينهم هو العمل. ان قدموا العمل الجيد والمثمر نالوا الثناء من اقلامنا ومن السنتنا، ان العكس فيتحملوننا على انه لن نصمت على الاخطاء التي تنعكس بسلبياتها واثارها على رياضه كره القدم السعوديه. انا اقول لك يفترض، وفق لسؤالك، يفترض انه رابط الدوري للمحترفين بكل الاسماء بكل شخص العمل الموجوده فيها مع كافه اللجان العامله ان تكون رافد، هذا اللي يفترض، ان تكون رافد للاتحاد السعودي لكره القدم. لكن اللي نراه الان انه هناك فجوات وليست فجوه، هناك يعني اختلافات، هناك يعني امور قائمه ما بين رئيس الاتحاد، ما بين النائب، ما بين اللجان العامله، يعني حتى لجنه الحكام، خلينا عشان ما نكون نفس يعني هذه الامور عنها، حكام دوليين كنا نفاخر ونفتخر فيهم في محافل دوليه ظهروا وبينوا الكثير من المساوي والكوارث التي حدثت من بعض الحكام او من لجنه الحكام، ما وجدنا اي مساءله لجنه الحكام. الرابطه نفس الحكايه، الانديه يعني تنادي وهناك اكثر من متضرر، ما وجدنا اي. فبالتالي انا اعتقد انه لابد من وقفه جاده يعني تعيد الامور الى نصابها الصحيح، حتى لا تفلت هذه الامور، وحتى لا نخسر الكثير، لانه بصراحه يمكن الانعكاسات كل هذا، وقلت هذا الكلام خالد، انه مدخلات المنتخب السعودي او المنتخبات السعوديه هي مخرجات الوضع العام في المملكة العربية السعودية رياضيا، أنا أتكلم على مخرجات الأندية، مخرجات الاتحاد السعودي، مخرجات القرارات، مخرجات اللجان، هذه الحصيلة كلها هي رأيناها واضحة وجلية في المنتخب السعودي. فبالتالي حينما نبحث عن عودة الأخضر إلى مكانه الطبيعي، علينا أولا وأخيرا أن نقبل بعض، أن نعترف بشجاعة، أن تكون لدينا قوة للمصارحة مع بعض حتى نعدل الأمور. ليست القضية يعني كل واحد يبحث عن منصب وكاريزما وكرسي، ولا، القضية هذه الكراسي يفترض أن يصل إليها الأسماء الأكفاء التي لديها القدرة على تقديم عمل وفكر ينهض برياضة كرة القدم. أما استمراريتها على هذا المنوال فمثل ما تحدث فيه فؤاد أنور، حنسمعه يا خالد من بقية القائمين أو العاملين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حنسمعه في الإعلام الورقي وفي الفضائي، لأنه بصراحة المكان اللي كانت عليها كرة القدم السعودية بصراحة تغيرت تماما، أصبحنا نحزن على هذا الوضع. كل من حولنا بدأوا يرتقون ويتطورون في الأنظمة، في القرارات، في النتائج، في المستويات، ونحن لا نزال نردح في بعض اللجان. يمكن حتى انعكست، حتى الآن أصبحنا كنا نقول أنه المتعصبين في المدرجات، المتعصبين في الإعلام، في الأندية، الآن المشكلة صار الردح بين أعضاء الاتحاد السعودي بينهم بين. فأنا أعتقد أنه هذه الإشكاليات كلها فكرة إلى مرحلة يعني تنتهي. الفكرة وصلت. هذا أستاذ علي، أنت الآن بتقول في فجوات فيما بينهم، صحيح؟ صحيح. أي. طيب، تأييدا لكلامك، شوف كابتن فؤاد أنور بيقول تحزبات مرفوضة، ترى ما يخلق الفجوات هو التحزبات، هذا شيء معروف. طالما الكابتن فؤاد أنور ذكر المصطلح هذا، معناته هذا الشيء موجود، فلذلك ظهرت الفجوة وكبرت وبدأت تكبر، وفي كل حلقة بيطلع نفس الموضوع ونفس الكلام. طبعا 9 أندية تقاضي، هذه ركيزة أساسية موجودة في كل برنامج في كل حلقة، لكن بيظهروا أناس آخرين أيضا من الأطراف بدأوا يتجرأوا ويتكلموا. طيب، السؤال اللي بطرح عليك، هل التسعة الأندية هذه قابلة للزيادة مثلا؟ زيادة في إيش؟ يزيد عددها، أم أنه هناك بقية الأندية هي في حرز عن وفي مكانها تختلف؟ يمكن أكيد أو أنه لهم تعامل من نوع آخر يعني. طيب. أنت ما تعرف، إحنا مجرد تخمين زي ما قلت أستاذ علي، إحنا مجرد نتكلم وما راح نشك. أنت أصريت أن التسعة هي تتكرر في نفس أيوة. طيب. يعني إذا قلنا هناك 14 معناها المشكلة موجودة، هناك 5 أندية يعني بعيدة عن المشاكل هذول بيواجهوها. وانت كمل ايوه الباقي. بعيدة عن المشاكل اللي هم بيعانوا منها هذول، طالما انه هذول بيعانوا من نفس المشكلة وقاعدين الى الان بيطالبوا، معناها الا لابد في مشكلة. يعني انت بتسمع واحد بيصرخ من الالم وتسيبه وتروح، قاعد حيقعد يصرخ وانت رايح وراجع، حتسمعه، لازم تفتح الباب وتدخل تشوف تقول تصرخ ليه، اللي غيره ماخذ بنج، ما انت لازم تسال، خليه يتكلم، خليه يعبر عن وجهة نظره، خليه يقول رايه. الان التحزب، صدقني هي الكلمة هذه اللي ورا كل المشاكل اللي بتصير. طيب، خلينا ناخذ صحيفة عكاظ. العنوان القادم معنا مشاهدي الكرام في صحيفة عكاظ، ومفاد الخبر مواجهة بين لجنة المسابقات واحد الأندية السعودية.
التعاون في مواجهة لجنة المسابقات. طبعا هذا الخبر جاء للزميل عبد الله اليوسف بعد أن واجه التعاونيون 5 قضايا مختلفة في السنوات القليلة الماضية، عادوا الآن ليديروا معركة قانونية جديدة ضمن سلسلة المعارك القانونية خاضها النادي منذ صعوده قبل 5 مواسم. وهذه المرة يأتي الخصام مع ليلة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث كان الإعلان الأول من نوعه الذي أطلقته الإدارة التعاونية بتقديم اعتذار عن لعب مباراة الفريق المؤجلة أمام الهلال التي حددتها اللجنة دون الرجوع إلى التعاون، ووضعت الفريق في موقف صعب يتمثل في لعبه 3 مباريات دورية مع فرق منافسة على الدوري في أسبوع واحد، هي أندية الاتحاد والهلال والأهلي، بعد أن خطوت الإدارة التعاونية من عام نادي الاتحاد السعودي ومن ثم رئيس لجنة المسابقات ومن ثم رئيس الاتحاد السعودي، ووجدت تجاهلا مما دعا الإدارة إلى إصدار بيان أوضحت فيه كل ما حدث. السؤال كابتن زميل سامي، يعني هل من خلال الشكوى أو الاحتجاج اللي تقدم به نادي التعاون، يعني هل لجنة المسابقات أخذت رأي نادي الهلال في تحديد موعد المباراة؟ شوف أنا وهذه برضو حربطها بذيك، شفت هذه واحدة من المشاكل اللي بتصير. أنا ليش بقول لك الثلاثة مواضيع مرتبطة في بعض؟ البروتوكول اللي معمول فيه من الأساس من وقت ما وضع الجدول أو من وقت ما يوضع الجدول، هم مش المفروض بيندهم من كل نادي عضو بيحضر مظبوط، بيتحدد الجدول وبيوضع الجدول. بس هذه مباراة مؤجلة، معليش أنا أبدأ معك من الأول عشان نوصل للنقطة. طيب تفضل. هذا البروتوكول المعمول في جميع دول العالم مش بس عندنا، يعني هذا شيء معروف، كل رئيس أو كل مندوب من نادي يحضر ويحضر القرعة أو يحضر الجدول ويعرف تواريخ مباريات ناديه مع مين وفي اليوم الفلاني وكذا وفين في الأرض أو في أرض الملعب الآخر. الجدول وضع الآن، المرحلة اللي بعدها حصل أنه نادي الهلال شارك آسيويا طبعا ممثل للوطن، وإلزامي من نادي التعاون أنهم فعلا يعني خلاص يأجل المباراة، خلاص الهلال ممثل للوطن أو الشباب أو نادي الاتحاد أو أي كان، إكراما للنادي السعودي ونادي الوطن إحنا نقف أو يقفوا مع هذا النادي. طيب أنا أوقف طيب معك عندك معلش بعطيك المجال عشان أوضح نقطة. التعاون هل هو يعني تكرما للهلال؟ لا مش تكرما. الآن لما ترجع أنت تحدد، يفترض المباراة الآن أجلت لأجل غير مسمى، يفترض من لجنة المسابقات يعني تخاطب واحد من عضو من أعضاء نادي التعاون وواحد من نادي الهلال يحضروا ويحددوا ويتفقوا على موعد. أما إنك أنت تصدر يوم وتاريخ مباراة وترسله، أنا هذا أنا أرى إنه نادي التعاون معاه حق في هذا الموضوع. طيب. ليس دخلا بنادي معين، وإن كان أي نادي، أنا بتكلم عن بروتوكول معمول فيه. يفترض إنه حتى يجي مندوب من نادي الهلال ويجي واحد مندوب من نادي التعاون ويحددوا يوم أرض كما فعلوا في السابق من البداية، هذا شيء معمول فيه. فكرتك يعني بصر. أدبيا واحتراما للأندية وكذا. أما إنه أنا أرسل، طب أنا تنازلت عن اليوم هذا، أنا كنادي وطني وأنا ملزم وإلزامي كواجب وطني إني أنا تنازل. هل هو ملزم ولكن ولا تكرم؟ لا 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 هو ملزم، يعني الآن ملزم التعاون إنه يوافق على تأجيل مباراة مع الهلال نظير مشاركة الهلال. لا هو في طالما هو واجب وطني من يعني يفترض أو أدبياً وأخلاقياً. طيب في أندية ما سوت الشيء هذا سامي. طيب ما سوت إذا الاتحاد السعودي إذا أدباً وخلقاً وتكرماً كما نادي التعاون وافق وسكت، يا أخي يتصلوا في واحد من نادي التعاون يحضر، واحد من نادي الهلال يقول إحنا أجلنا لكم مباراة متى تحبوا تبغوها، أما إنه يصدر يوم وتاريخ ويرسل، أنا أعتبر إنه هذا تعامل. طيب علي. هذا تعامل يعني ما هي من أدبيات كرة القدم. طيب. ولا هي جائزة، وهذه المشكله هي سبب المشاكل اللي احنا تكلمنا عنها قبل شويه، هذه واحده منها. شفت؟ طيب خالد عشان كذا انا اشوف علي تفضل. شوف هي المشكله هذه كلها افرازات الضعف الواضح في منظومه الاتحاد السعودي لكره القدم، مع كامل الاحترام والتقدير والاجلال. من المتسبب في هذا الضعف يا علي؟ احمد انا بقول لك شيء. الان كل لجنه كل نادي اصبح متحمس ليسجل الموقف ضد الاتحاد السعودي ولجانه. يعني احنا الان خلال الجزء الاخير الاخر جزء من البرنامج الان عده قضايا، تصريح فؤاد انوار، الانديه التسعه التي يعني تحاول تطالب بحل الرابطه، الان بيان التعاون
يمكن هو خلينا نقول نعترف انه حتى وان تضرر طبعا غير مبرر، لا يبرر لنادي التعاون ان يعني يظهر لنا بهذا البيان ويؤكد بانه سينسحب من المباراه، لانه كلها زوبعه في فنجان، كلنا نعرف انه هذا البيان زوبعه في فنجان. لن تقدم اداره نادي التعاون على رفض مباراتها مع الهلال، بل بالعكس حتخوض المباراه في الوقت المحدد ولكن هي محاوله. ليش انت متاكد من الكلام هذا علي؟ بناء انا متاكد يعني ما حيقدر، لانه يعني لو رفضت لانه جماهير التعاون. هل ما في قانون يعني يوضح الشيء هذا؟ لا، لانه جماهير مو قانون، لانه جماهير التعاون يمكن الان حتى يعني تصب جام غضبها على الاداره ان قررت هذا القرار ونفذت هذا القرار، لان توابع هذا القرار هي هبوط الفريق الى الدرجه الاولى. فبالتالي جماهير التعاون تنتظر ان يكون التعاون او سكر القصيم في المراكز الاوليه للمنافسه على البطولات وليس العوده والهبوط. ثاني شيء كسر النظام، احنا يجب ان نطالب، هناك اخطاء نعم في الاتحاد السعودي لكره القدم، هناك مطالب مشروعه للانديه نعم، ولكن يجب ان يكون لدى رئيس النادي او لادارات الانديه ثقافه احترام المرجعيات او ثقافه القوانين. احنا نطالب بروح القانون ونص القانون في الكثير من القضايا، لكن حينما انت تعلن التحدي في هناك جهات معينه، يعني اذا كنت متضرر سجل موقفك. لجنه المسابقات الان التعاون اعلن هذا البيان كصيغه احتجاج، الاتحاد ايضا ظهر حامد البلوي ورفض نفس الحكايه، ولكن لم يقدم نادي الاتحاد على التهويل والتهديد بانه سيرفض خوض المباريات القادمه وفق ما أوجدت لجنة المسابقات. أنا أرجع وأقول إنه يجب علينا هذه كل الأمور يا خالد أختصرها في جزئية بسيطة، إنه العمل هو قائم على ثلاثة مركبات: التخطيط، التنظيم، الرقابة. هذه الأشياء الثلاثة لا زال الاتحاد السعودي لكرة القدم يعاني منها. أكبر دليل خصوصا في لجنة المسابقات إنه العملية التنظيمية سائرة كما كانت عليه قبل حوالي 5-7 سنوات، يعني نفس المشكلة. إذا كان الهلال مثلا أو أي فريق آخر يشارك في البطولة الآسيوية كان يفترض أن تضع جدول أساسي وعدة خيارات أخرى مماثلة. عملية التأجيلات أيضا إذا كانت هناك يعني تضع تصورات يعني مسبقة لما سوف يحدث، تأهل الفريق المشارك من السعودية مثلا للأدوار لدور الثمانية لدور الأربعة للنهائي، تضع عدة جدول وتتفق مع هذه الفرق اللي تم تأجيل مبارياتها، لأنه بصراحة ربما يكون لها أيضا متضررة حينما تلعب، يعني خصوص خلينا نركز على التعاون إمكانياته لا تضاهي إمكانيات الهلال والاتحاد والأهلي والنصر، يمكن ربما تكون حتى الإمكانيات المالية الفنية أقل بكثير. فبالتالي من الصعب أنه أنت يعني هذه الفرق تلعب أو تخوض مباريات في غضون يومين أو ثلاثة متتابعة. فبالتالي هذه إشكالية كبيرة. لكن نرجع وأختصر هذا الكلام، أنه مهما كان حجم الضرر على النادي لا يجب أن تكون ردة الفعل بهذه القوة وبهذه الحدة بتحدي النظام السافر من خلال أنه أنا أرفض اللعب هذه المباراة، لأنه هذه أعتقد يعني غير مقبولة تماما من إدارة التعاون. طيب لا معلش، هو مو تحدي يا أخي. أنت الآن لا شوف، أنت لما تكون في موقف نادي التعاون وكذا ها من حقه انه يعبر عن رايه، ليش لا؟ بناء على ايش يستند نادي التعاون انه يعني لانه نادي له كيان عدم خوض المباراه؟ اذا مش يقرر يا اخي، هي رده فعل يمكن قالها لحظه انفعال، لكن من حقه يعبر عن رايه ويعترض على القرار. ليش يعني وحق ليش حق من حقه؟ احنا ليش نحجم؟ احنا ليش نحجم؟ معليش انت، انا ما عمري شفت عمري في حياتي القرار كله متفقين عليه يعني، لكن لا لا هل لا من حق رئيس نادي التعاون؟ انا ما عمري شفت جلاد يجلد صاحب حق. اذا كان الاتحاد السعودي ولجنة المسابقات راح يعاقب نادي التعاون وهو يطالب بحقه، فمعناته الجلاد ظالم، لأنه نادي التعاون يفترض أنت ككيان يا أخي أنت تستدعي. أنا قلت لك من الأول من البداية لما يضع الجدول يزهم الأندية هذه ولا هي، فمن حقه أيضا بعد التأجيل يا أخي يكلموا نادي، هذا نادي له كيان وله من حقه أن يعبر عن مشاعره، لكن هي يمكن لحظة انفعال يمكن طلع هذا التصريح، لكن من حقه انه يعبر عن رايه كنادي في حال استمرت المباراه في وقتها في مكانها، هو يمكن مجبر يلعب لانه الجلاد جلد صاحب الحق. هذه النقطه اللي نبغى نوصل لها. الخبر القادم مشاهدي الكرام في صحيفه الشرق. التعاون يقهر الشباب والفيصلي يعطل الاهلي، جاهم المطر وضربهم العالمي. طبعا
طبعا سامي انا ما راح ادخل معك في امور فنيه فيما يتعلق في مباريات الامس اللي كانت ثلاث مباريات. طبعا انا راح اكلمك عن النتائج وكيف ترى هذه النتائج. التعاون يتغلب على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد في اخر الدقائق. الاهلي يعادل الفيصلي رغم ان المباراه اقيمت في جده. النصر يفوز على هجر باربعه اهداف شهدت حالتي طرد. طبعا بالنسبه لمباراه التعاون والشباب انا ما كنت متوقع هذه النتيجه صراحه. التعاون في ظل مستوياته اللي بدأ فيها بداية الموسم هذه عكس الموسم السابق كان الجميع متوقع أنه الشباب راح يحقق ثلاث نقاط، لكن التعاون قلب الطاولة واستطاع أنه يحصل على ثلاث نقاط من الرياض ويرجع بها للقصيم. بالنسبة للأهلي والفيصلي أنا أعترض على كل من يقلل من قيمة الفيصلي. الحقيقة نادي الفيصلي بيقدم مستويات كويسة مش مع الأهلي بس، حتى أحرج أندية كبيرة وأحرج الاتحاد في أول مباراة في مكة في ملعب الشرائع والاتحاد استطاع ان يتغلب بصعوبه. نادي الفيصلي نادي منظم ونادي تكتيكه جيد في المباراه، يعرف متى يهجم ومتى يدافع، احرج كثير من الانديه. فنتيجه الاهلي والفيصلي غير مستغربه، ربما الفيصلي ايضا يحقق هذه المعادله مع كل الانديه اللي هي بتنافس على الدوري. بالنسبه لنادي النصر، طبعا نادي النصر مستمر في تحقيق نتائجه الجيده، يمكن تغيير المدرب هذا ايضا عمل فارق نفسي وفني نوعا ما، يمكن حالتين الطرد اللي حصلت لنادي هجر ساعدته انه هو يضيف اربعه ويسجل اربعه اهداف. عموما لعبه الكراسي ما زالت موجوده، تعادل الاهلي وخساره الشباب خدمت الاتحاد وخدمت نادي الهلال ايضا في مواجهتهم الليله باللحاق بالترتيب. وانا اتوقع انه هذه الاثاره الان بدات تشتغل والانديه بدات كل نادي بدا يتعطل من انديه وسط، وحتستمر هذه الإثارة إلى نهاية الدوري كما تعودنا في السنوات السابقة. علي. خالد، طبعا المعطيات الفنية توحي لنا بأنه من الجولة العاشرة وحتى وبقية الجولات القادمة ستعلن انتفاضة كبيرة للفرق التي تقبع في مؤخرة الترتيب. يمكن بداية من الجولة العاشرة رأينا التعاون يهزم الشباب على أرضه. الشباب التعاون كان في خطر من حيث المستويات والنتائج التي سجلها في الجولات السابقة. الفيصلي طبعا يختلف، هو يمكن اتفق مع الزميل سامي لأنه يعد هذا الفريق عنابس دير من نجوم الموسم حتى هذه اللحظة أداء ومستوى حتى على صعيد اللاعبين والقائمة الفنية. أنا يمكن لو سألت أي فاهم يعني أو خبير في كرة القدم يستغرب، هناك أكثر من لاعب يستحق ارتداء شعار المنتخب السعودي للمستوى الفني الكبير اللي ظاهر فيه، لكن دائما الأعين لا يعني نسلطها فقط حول الأندية الجماهيرية الأربعة الكبار يعني بشكل كبير وبشكل مبالغ فيه. طبعا بقية النتائج طبيعية جدا. أنا النصر حينما كسر حاجز الغياب المزمن له واستطاع أن يحقق الدوري والكاس الموسم الماضي، ارتفعت معدلات الثقة لدى لاعبيه لدى إدارته لدى جماهيره، فبالتالي بات يضرب بقوة في خصومه سواء الكبيرة أو المتوسطة، وبالتالي ها هو الآن متمسك بصدارة الترتيب. عموما يمكن ربما تكون هناك فجوة في الدوري، الخمس الكبار اللي الراغبين في تحقيق اللقب وأيضا بقية الفرق، لأنه الكل يبحث عن الابتعاد عن شبه الهبوط، وهذه أيضا تعطي إضافة نوعية ومهمة للدوري. وأعتقد أن الجولات القادمة ستشهد المزيد من الإثارة والندية، وهو ما نتمناه لدورينا. طيب إذن الخبر القادم مشاهدين الكرام في صحيفة الحياة. الاتحاد والهلال في ختام الجولة العاشرة لدوري جميل كلاسيكو تضميد الجراح. أستاذنك سامي في البداية راح تكون في السؤال هذا مع الزميل علي. بدون ما تسأل علي أنا السؤال أنا أخذته من تغريدة لنصراوي تيماء. طبعا في هذه التغريدة قال شاهدنا نصف المنتخب يتعادل بصعوبة مع الفيصلي في مباراة الأمس، وسننتظر اليوم ماذا سيفعل النصف الآخر أمام الاتحاد. يعني تغريدة جميلة بصراحة، تغريدة يعني جميلة، وخلينا أقول تغريدة مفخخة يا خالد. طبعا يمكن حتى تويتر كشف لنا
يعني مستوى ثقافة الكثير من الجماهير الرياضية، ثقافة وعي، ثقافة إلمام ومعرفة بكرة القدم، بخبايا كرة القدم، حتى في الأمور الفنية تجد هناك من يشخص الحالة الفنية بشكل بكل اقتدار. هذه الناحية. لكن خليني طالما أنك بدأت زميلي خالد، خليني أتحدث يعني أستبق زميلي وأعتذر زميلي سامي في الحديث عن مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد، لأنه تعتبر كلاسيكو منتظر مهم جدا لفريقين عملاقين جماهيريا وتاريخيا وبطوليا. يمكن هذه المباراة تعتبر منعطف مهم للاتحاد والهلال. الاتحاد الذي سيلعب بين أرضه وجمهوره الآن، يمكن من نتائج الأمس ربما تكون هي خدمة جليلة قدمها الشباب والأهلي، لأنه لو نجح الاتحاد في الفوز أو تخطي عقبة الهلال اليوم سيعود إلى المركز الثاني مباشرة، وسيضمن له حظوظ أكبر في العودة للصدارة التي تسيدها لعدة أسابيع. الهلال نفس الحكاية، عنده مباريات طبعا مؤجلة وعائد من انكسار كبير في البطولة الآسيوية، يحاول بشتى الوسائل رسم الابتسامة على محيا جماهيره، فبالتالي ما بين يعني تتباين كل الطموحات وتتفق في عامل مشترك هو رغبة أن يكون خيار الفوز هو الخيار الأهم بالنسبة للاتحاد والهلال. عودتنا دائما مباريات الاتحاد والهلال على القوة، على الندية، على الإثارة، على الحضور الجماهيري، وهي صورة أو مرآة حقيقية تعكس جمالية كرة القدم السعودية. نتمنى التوفيق للفريقين، ونتمنى رؤية مباراة ذات وقع فني كبير للمشاهد السعودي والمشاهد العربي. نقول إن شاء الله سامي، يعني لو لاحظنا الهلال سوف يعني ظروف الهلال 5 عناصر أساسية كانت موجودة في المنتخب أجهدت خلال ال4 مباريات أو ال5 مباريات التي شارك فيها المنتخب، سواء كان من بداية البطولة حتى المباراة النهائية. نلاحظ اليوم الهلال يدخل نيفيز غير متواجد، الشمراني غير متواجد نظير استلامه للجائزة في تايلاند. يعني الفريق الهلالي كيف سيدخل هذا اللقاء، خاصة بعد ما ذكر الزميل علي أنه يعني خروج يعني مر من الآسيوية؟ طبعا ما في شك، يعني غياب لاعبين بحجم نيفيز وناصر الشمراني أكيد راح يأثر على المنظومة الهلالية في اللعب، لاعبين كبار يعني. بس أنا أتوقع أن كل فريق الآن راح يستغل ظرف الثاني، بمعنى ليش الظرف اللي عند الاتحاد؟ ظرف الاتحاد أنه مدرب جديد وهو كمان غايب أكثر من شهر ما لعب مباريات، عسكر في الإمارات يعني أوكي عسكر، لكن أنت الآن تقول 5 أو 6 من الهلال في المنتخب وأجهدوا، وصحيح كان في إجهاد، لكن في نفس الوقت كانت في ميزة أنه هم مارسوا اللعبة ودخلوا بطولة، ويعني ما انقطعوا عن مباريات مهمة وحساسة وجماهيرية. بينما نادي الاتحاد الآن معطل من بعد مباراة هجر، إضافة إلى مدرب جديد بيقود الفريق، طبعا هو استلم بعد مباراة النصر درب هجر وكانت خسارة بهدف. المدرب جديد خلال شهر هو تعرف على إمكانية اللاعبين أو لا، طبعا هذا شيء معروف، لكن الدلائل والأخبار تشير إلى أنه هو المدرب يعني منضبط تماما، واكتشف الخلل اللي في نادي الاتحاد أنه ضعف لياقة وبدأ يعطي جرعات لياقية. حتى أنا سمعت أنه في الإمارات في المعسكر كانت الفترة اليومية 3 فترات تمارين في اليوم، الآن رجع لجدة وأغلق التمارين من 8 الصباح إلى 8 المساء. اللاعب حتى وجباته بيأخذها في النادي، طبعا في خلال شهر هو عمل اللي عليه واشتغل، لكن ميدانيا تكتيكيا لسه الاتحاد ما هو ظاهر، قد يجوز لسه اللعيبه ما تشبعوا او ما يعني ما تفهموا فكره ما تشربوا فكره المدرب كويس. هذه النقطه ممكن يستغلها نادي الهلال في الاتحاد، والاتحاد ممكن يستغل الانكسار الاسيوي وغياب اللاعبين. سؤال اخير في الموضوع هذا ويريد تجاوب عليه بإيجاز، في ظل الظروف اللي ذكرتها سواء كان للهلال او الاتحاد، يعني هل نشاهد اليوم مباراه يعني ذات طابع فني عالي؟ طبعا مباراه الاتحاد والهلال دائما مباريات عاليه المستوى والجميع يتابع، وكما يشبه الإعلام دائما هي مباراة كسر عظم. فنتيجة المباراة اليوم راح تفرق كثير مع الناديين، خصوصا في مراكز الترتيب، حتى وإن كانت مباراتين مؤجلة للهلال تقريبا على ما أعتقد أو 3 مباريات، لكن خسارة الهلال اليوم حتضره كثير، وخسارة الاتحاد أيضا حتأثر معنويا بنسبة كبيرة. فأنا أتوقع مباراة اليوم الكل له رغبة في الفوز، ولكن أيضا الفريقين خايفين من الخسارة والابتعاد، فأنا أتوقع أن المباراة برغم قوتها ورغم كذا أنا أتوقع أنها أقرب للتعادل، وهذا التعادل راح يصب في مصلحة النصر ويكون الفرق بين بالضبط. الأول والثاني 4 نقاط. الرغبة في الفوز وفي نفس الوقت أنك أنت تخاف تخسر في موقف حساس، هذا يمكن يعطيك أحيانا نوع من
الرتابة في كرة القدم إلا إذا كانت هناك أحداث دراماتيكية حصلت. لكن الفريق مثلا زي نادي النصر حصل على 27 نقطة، المباراة القادمة إذا كان ابتعد عن المنافس المركز الثاني بفارق كبير ممكن يلعب المباراة الجاية هو مرتاح يلعب على الهجوم عشان يكسب، ما يخاف أنه يخسر مثلا على أساس أنه هو ضامن فرق النقاط كثيرة. لكن موقف الاتحاد والهلال حساس الآن جدا في عملية النقاط وترتيبهم في الدوري، فأنا أتوقع الحذر والخوف من الخسارة أكثر من الطموح في الفوز اليوم. طيب يعطيك العافية. إذن الخبر الأخير معنا مشاهدي الكرام، ونظرا لضيق الوقت فلن نعطي هذا الخبر مزيد من الوقت، ولكن نكتفي بالتبريكات للكابتن ناصر الشمراني على هذا الإنجاز الذي تحقق لكرة القدم السعودية بفوزه بجائزة أفضل لاعب آسيا، وهذا الخبر الذي سوف نتابعه في صحيفة الشرق الأوسط. مهاجم الهلال قال في المحفل الكبير أمس إن الإنجاز لن يقلل من أحزانه. الشمراني يضمن جراح الكرة السعودية بجائزة أفضل لاعب آسيا. سامي تفضل. ناصر الشمراني يعني ينقذ ما يمكن انقاذه ويحفظ ما وجه الكرة السعودية آسيويا على الأقل، خلينا نقول آسيويا، بتحقيق هذا الإنجاز والمنتظر والمؤمل في المنتخب السعودي في استحقاقه القادم إن شاء الله في استراليا، أن يكون هناك حضور قوي للمنتخب السعودي كما عهدناه في نزالاته الآسيوية. نعم صحيح. هو طبعا نبارك له الكابتن ناصر الشمراني، يستحق الجائزة، لاعب كبير، إضافة إلى تحقيق هداف الدوري أعتقد لأربع أو خمسة مواسم سابقة، يعني مستوى العام يعني من ثبات إلى تطور ما في نزول. وصل بنادي الهلال أيضا للمباراة النهائية، طبعا هو يعتبر إنجاز شخصي له في المقام الأول، وأيضا أنا من وجهة نظري أشوفه أيضا هو إنجاز أيضا لزملاء اللاعبين إن هم وصلوا أيضا ناصر الشمراني لهذا المكان وهذا المستوى. طبعا لولا الله ثم يعني بقيه زملاء اللاعبين وكانوا متعاونين في الملعب وكذا لما وصل ناصر الشمراني لهذه المرحله، وانا ابدا ما اشك انه ناصر يعني عارف هذا الكلام ومتاكد من انه زملاء اللاعبين خدموه، ولكن في النهايه ظل ناصر الشمراني لاعب كبير وهداف كبير ويستحق الجائزه، واتمنى انه هذه الجائزه يعني تكون دافع معنوي كبير له في الايام القادمه انه هو يطور نفسه اكثر ويحقق لناديه وللمنتخب ان شاء الله نتائج افضل. نقول ان شاء الله. علي، هل ناصر الشمراني كان رجل المرحله اسيويا؟ انا اعتقد انه خالد هذه حصيله تاريخ بالنسبه لصالح ناصر الشمراني، لانه تدرج من الوحده والشباب والهلال الى ان بلغ الى هذا المستوى الجيد الذي اوهل يعني اهله ليكون اليوم افضل لاعب اسيوي. أبارك لناصر الشمراني على اعتبار أنه لاعب منتخب في المقام الأول ولاعب سعودي في يعني في المقام الثاني. أضف إلى ذلك أهمية أن يكون هذا الإنجاز حافز كبير جدا لناصر لتطوير مستواه، ولكن نصيحتي الأساسية أن يقرن هذه الجائزة أو هذا الأمر بالتوقف عند تهذيب أو ضبط الأعصاب. ناصر الشمراني يمكن رأيناه في مباراة نهائية يعني خرج عن المألوف، تم إصدار قرار آسيوي بإيقافه 8 مباريات، لاعب كبير هداف. نصيحتي له وأقولها بكل وضوح وعلى الهواء مباشرة، يا ناصر مهما كانت نجومية اللاعب يجب أن تقترن بالأخلاق وبضبط الأعصاب حتى تكون نجم في الميدان يشار لك بالبنان، وأيضا نجم خارج الميدان تكون قدوة للأجيال التي تحب وتعشق كرة القدم. وأنا أبارك لنفسي بأن حاورت قامتين إعلاميتين في ظهوري ما قبل الأخير في برنامج عالم الصحافة، متمثلة في الزميل الإعلامي سامي مؤمن. شكرا لك أستاذ سامي على هذا الحضور، وشكرا لك لأنك كنت ضيف في برنامج عالم الصحافة. وأنا أشكرك جزيل الشكر على يعني مبالغتك لنا، وهذا من لطفك وكرمك، ونحن لسه يعني ما زلنا في مجال الإعلام وقاعدين نتعلم يعني وعندنا أساتذة كبار، وأشكرك على هذا الإطراء، وأنا يعني سعيد بحضوري معاكم
ومع الزميل الاخ استاذ علي الزهراني، وان شاء الله نكون قدمنا حلقه مفيده يعني. تستاهل اخوي سامي. اذا الشكر ايضا موصول للزميل علي الزهراني الاعلامي الرياضي من جده. شكرا اخوي علي. شكرا يا خالد، تحياتي لك ولسامي والمشاهدين الكرام. ان شاء الله ان قدمنا شيء يعني يليق بالبرنامج ويليق بالقناه الرياضيه السعوديه هذا يعني في هذا المساء، وايضا يليق بما يطلبه المشاهد الكريم من بحث عن المعلومه والتحليل الجيد الذي طبعا يركز على المضمون ويترك الهوامش. ايضا الشكر للزميل محسن حسين البيش الذي يقف امامي خلف الكاميرا، وللزميل فيصل العصيمي معد هذه الحلقه ورئيس تحريرها، والزميل نايف الشليل في الاخراج، وهذا خالد البيشي. يستودعكم الله على امل اللقاء بكم ان شاء الله تعالى في حلقه الغد. حتى ذلكم الحين دمتم بخير، الى اللقاء. البداية عند فيكتور كساي، وبين الأقارب أسامة هوساوي، محمد نور كابتن الهلال هوساوي وكابتن الاتحاد محمد نور، والاثنين اللي ينوون الرحيل إلى الخارج. أسامة هوساوي ينوي هذا الأمر، في المقابل محمد نور يعود ليؤكد أنه لديه الرغبة في اللعب خارج الاتحاد وتحديدا خارج حدود المملكة العربية السعودية. الهلال إذن مكان عليه من السادة المشاهدين الكرام، الاتحاد إلى اليسار، والترقب والانتظار. ننتظر للأسماء الآن ماذا تقدم في هذه المواجهة. أمامك على الشاشة الآن ظاهرة أسماء الفريقين اللي سبق أن تم ذكرها قبل لحظات، تم ذكر أسماء الفريقين. الآن من الجانب الهلالي محمد الشلهوب الذي كان واحدا من أبرز لاعبين الهلال بالفترة الماضية، بل أنه نجم موقعة الهلال أمام خصم النصر في ديربي الرياض حينما فاز الهلال بثلاث أهداف بدون مقابل في مباراة كان الشلهوب قد تسيدها وسجل هدفين فيها من كرتين ثابتة من ضربة حرة مباشرة ومن نقطة الجزاء. إذن صدارة الدوري للشباب اللي يقع في الصدارة ب 33 نقطة، مطارد الهلال ب 31 نقطة، من خلف الهلال الأهلي ب 30 نقطة. جمهور الهلال كان يتمنى انتصار الأهلي على الشباب في مقابلته الشباب بالمباراة الماضية، لكن أيضا جمهور الأهلي في هذه المباراة هو يساعد الجار على الهلال حتى لا يهرب الهلال في مرتبة الصدارة وينتهي الدور الأول بصدارة الهلال. على كل حال الكل ينتظر أمر الصدارة حينما نسمع لصافرة فيكتور كساي النرويجي. لاعبين الهلال يستعدون ينتظرون، والاتحاديين يترقبون، والهلال صاحب ضربة البداية في هذه المباراة بين يوسف العربي، عيسى المحياني، طلق المحية، الرجل الذي أثبت جدارته إلى أن يكون حاضرا في تشكيلة توماس دول، إلى أن يكون أساسيا مع توماس دول، إلى أن يكون هو الورقة الأهم عند الألماني دول
خصوصا وأنه سجل 4 أهداف من 3 مباريات، خصوصا وأنه الرجل الذي أنقذ دول في موقعة الهلال أمام نجران على هذا الملعب. ضربة البداية جاءت بأمر من فيكتور كساي، والمرشدي بدأ المباراة بكرة ملعوبة إلى أسامة هوساوي، هوساوي بتمريرة إلى ماجد المرشدي، المرشدي يتلقى الكرة من خط الدفاع، يمرر الكرة إلى خط الدفاع إلى أسامة هوساوي، بل أقول قلب الدفاع النابض. الكرة الآن في وسط الملعب، تمريرة ممتازة من الشلهوب، ترجع مرة ثانية للشلهوب إلى العربي، انطلاقة هلالية ممتازة، يوسف العربي تأخر في التمريرة، الشلهوب يقول ما عليك خلها علي. الكرة ملعوبة إلى عادل هرماش، هرماش بريسنج وضغط، مباراة تبدأ سريعة، ملحمة تبدأ قوية، الكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، باولو جورجي بالرأس يخلص الكرة، وصلت إلى الجهة اليمين إلى ناحية ويندل، ويندل محمد نور، محمد نور يستلم كرة، تمريرة ولا أروع، واصلة لوسط الملعب، سعود كريري يأخذ الكرة إلى الأمام، مقطوعة من الشلهوب، مقطوعة من اللاعب الكبير محمد الشلهوب، وصلت إلى نواف العابد، ثم الكرة تقطع لخارج أرض الملعب إلى رمية جانبية، والرمية الجانبية عند سلمان الفرج، الفرج يلعب الكرة لماجد المرشدي، المرشدي في تمريرة إلى الجهات اليمين إلى سلطان البيشي، من يدخل في تحدي كبير مع ذاته، إلى جانب سلمان الفرج في تجربة قوية، في تجربة كبيرة للاثنين، في مواجهة صعبة على الاثنين. يا ترى السؤال، هل الاثنين يقدرون يعدون بنجاح بامتياز؟ يوسف العربي في كرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية موجودة لصالح الهلال، عند أحمد الفريدي، عند الفيلسوف الصغير، عند الفريدي اللي يتحرك الآن لتنفيذ الركلة الركنية الهلالية، تحرك داخل منطقة الجزاء لكن بطيء من لاعبين الهلال، لأن حتى الآن اثنين فقط، الآن أسامة هوساوي والمرشدي ينضمان، بالتالي 4-5 أسماء هلالية داخل منطقة الجزاء. الفريدي يتردد في تنفيذ الكرة الثابتة، الفريدي عند ضربة زاوية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، مرت سهلة راحت إلى مبروك زايد، لأن الكرة الماضية ما كان فيها